والآن مشاهدينا ينضم معنا من الأنبار المراقب للشأن السياسي عبد المنعم الدوسري، مرحبا بك معنا في نشرة الرئيسة. طالبتم بالإسراع بحسم رئاسة البرلمان، كيف يمكن عدم حسم هذا المنصب أن يؤثر على الواقع العراقي، خصوصا أن هناك رئيس بالإنابة؟ أسأل الله أوقاتكم بكل خير، كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك على الطيف العراقي جميعا. وأنت بألف خير. الحقيقة اليوم انتخاب الرئيس طال انتظاره، اليوم لامسنا الشهر الخامس وقبة البرلمان تخلو من الرئيس بالأصالة. احنا سبقنا سابقا أنه السيد المندلاوي لم يعني يقصر في عمله، ولكن هناك بعض التشريعات والقوانين تنتظر رئيسا بالأصالة. ولذلك احنا طالبنا من خلال هذا المؤتمر المصغر، وعندنا ان شاء الله بعد ايام قلائل ان شاء الله مؤتمرات اكبر سوف تعقد في بغداد وباقي المحافظات، المطالبة بالإسراع بانتخاب رئيس بالأصالة. كون انه هذا المنصب هو يعني من حصة المكون السني، والمكون السني حقيقة يشعر الان بالغبن، انه اليوم حتى عندما حدث إقالة او استقالة او اجبر على إقالة سيد المشهداني قبل فترة، ايضا بقى المنصب شاغرا لمده اكثر من 4 اشهر، ولكن بالمحصله وبالنهايه تم انتخاب رئيس. اليوم احنا نتمنى ان الاخوه قاده الكتل السياسيه والاحزاب السياسيه ان يعجلوا بهذا الموضوع. تعرفون ان احنا قانون العفو العام يعني ينتظر كل العراقيين من الوسط الى الجنوب الى الشرق، كل العراقيين ينتظروا هذا اليوم. اذا ما عندنا اليوم رئيس احنا بالاصاله اعتقد ما راح يمضي قانون العفو العام. طيب مرحبا بك مجددا سيد عبد المنعم، كل ما تفضلت به في هذه الدقيقة الماضية، هل ممكن أن نعزوه إلى مثلا غياب التوافق السياسي؟ وإذا أردنا الحديث عن غياب التوافق السياسي، ما هي الأسباب الحقيقية؟ المصالح أم يعني وجود شخصية قوية قادرة على شغل هذا المنصب؟ الحقيقة أستاذ العزيز يعني ما يدور في خلد الشارع العراقي يعتبرون هذا التأخير هو تخادم أحزاب بين الأحزاب حقيقة. يعني هل خلى المكون السني من رئيس بالأصالة؟ ما خلى المكون السني. ثم هناك مسألة أخرى، هناك صندوق اقتراع وهناك 5 مرشحين، ونحن كمكون سني داعمين لكل المرشحين. احنا ما عندنا فرق بين السيد سالم أو السيد المشهداني أو السيد شعلان الكريم، باقي الأخوة المرشحين، الصندوق الاقتراع هو سوف يحسب الأمر. لماذا هذا التخوف؟ لماذا هذا التأجيل والتسويف يوما بعد آخر، شهرا بعد آخر؟ هل يعني خلى المكون السني من رئيس يمسك تشاكوش كما يقال؟ فإحنا نتمنى من الأخوة السياسيين، وأنا بالمناسبة المكون السني لن يتفقوا بعد 795 سنة ما يتفقون، فهذا التأجيل هو ليس بمصلحة يعني الطيف العراقي كافة. وايضا المكون السني يقول يعني لماذا لا ينتخبون رئيس لحد هذا اليوم؟ لماذا عدم وجود رئيس بالاصاله؟ احنا اليوم من نطالب الاخوه الكتل السياسيه، ما نريد نشعر بالغبن. اليوم الاخ الاكبر يعتبر المكون الشيعي، المكون الاكبر والاخ الاكبر اليوم في العراق حقيقه لم يعني يراعي مشاعر الاخوه اخوان الباقين. ولذلك احنا نطلب من الاخ الاكبر الاخوه الشيعه ان ينتخبوا رئيسا. ثم مسألة أخرى، السيد هادي العامري عرج على مسألة مهمة جدا، قال بالحرف الواحد نحن نتمنى أن تكون أكثر من كتلة، أكثر من حزب، أكثر من منافسة بين المكون السني. طيب يا أخونا العزيز يا أبو حسن المحترم، اليوم لعن انتخبونا رئيس، انتخبونا حتى يفتحون مجال للباقيين، باقي الأحزاب، باقي الكتل. نعم. باقي الأحزاب والكتل اليوم عندما يرون أنه معطل رئيس هو المنصب. نعم. مخصص للسنة. نعم. الشيعة يقولون لكم اذهبوا للتوافق واختاروا رئيس ثم نصوت عليه، فما دخل الشيعة؟ هو منصب سني. ما يخالف، احنا اليوم اذا ما اتفقوا السنة يعني شلون؟ لا لا، الكرة وال 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 والعصا بيد الاخوة الشيعة، خلينا نكون واضحين بالطرح. احنا اليوم الأخوة الشيعة هم الكتلة الأكبر في قبة البرلمان العراقي. أعتقد الأخوة الأكراد ما يعني ما عندهم كل مشكلة اليوم يمضون وينتخبون من الخمسة شخص واحد ليصعد إلى رئاسة البرلمان. لا، إحنا اليوم إحنا عتبنا كبير على أخواننا الكتل الشيعية. اليوم الكتل الشيعية هي معطلة. طيب إحنا إذا ما اتفقوا الأخوة السنة شلون اليوم؟ إذا ما اتفقنا نحكوا سنة اليوم، طيب. إحنا نبقى بلا رئيس. ولذلك إحنا نقول هو الفيصل
في الانتخاب لرئاسة البرلمان هو الصندوق، ولذلك ندعو القوى السياسية الشيعية الإسراع والتعجيل بحسم يوم مهم بعد العيد مباشرة لحسم هذا الأمر. وكما أسلفت أن المكون السني ما يتفقوا أبدا، متى اتفقوا المكون السني على مرشح؟ كل الفصول التشريعية والانتخابات لرئاسة البرلمان حدث فيها أكثر من مرشح. وماذا عن القوانين المهمة التي تنتظر التشريع؟ العفو العام مثالا، تتفق مع الطرح الذي يقول هناك جهات يعني أو جهة هي من تضغط باتجاه تأخير حسم المنصب، وتحدث عن الحزب الذي كان رئيسه يشغل منصب الرئيس؟ للأمانة كما تفضلت جنابك، احنا ايضا كما سمعنا في الإعلام هو كان معطل، ايضا كان معطل، وفي إدراج الرئاسة سحب القرار حسب قول احد السادة النواب، اعتقد على احد الفضائيات قال سحب القرار ووضع في الإدراج من قبل رئيس البرلمان السابق. فاحنا هذا القانون العفو العام يهم العراقيين، مو يهم السنة بس، الأخوة الشيعة ايضا عندهم سجناء، والأخوة الأكراد أيضا عندهم سجناء، فهذا يهم الطيف العراقي. والله إحنا يعني كمتابعين يعني الناس ينتخون بينا، يقول لك تطلعون على الإعلام قانون العفو العام قانون العفو العام. وقال بالمناسبة طبعا أغلب الأخوة البرلماني هم مدهم اليوم قبل غد أنه يشرع قانون العفو العام. قانون العفو العام إذا لم يجد هناك رئيسا بالأصالة أعتقد لكن كم هناك رئيس بالأصالة؟ العوائل تنتظر، هناك عوائل مدهونين، بعض السجناء الأبرياء، بعض هناك يعني هذا القانون بالتحديد. نعم قانون نعم العفو نعم العام لو سمحت لي، كل دورة نعم نيابية بكل انتخابات موجود القانون العفو العام، إذا أريد أرشح أروح أوكي راح أشرع لكم قانون العفو العام راح ينتخبوني. زين أوكي، الآن كان هناك سابقا موجود رئيس بالأصالة لكن لم ينفذ أو لم يشرع قانون العفو العام. إحنا مشكلتنا كشعب عراقي نذهب بالعواطف أيام الانتخابات، يعني يقدمون كثير من الطموحات للشعب العراقي للانتخابات، من العفو العام، من التعويضات، من المليون ونص، ولكن عندما نأتي على الحقيقة نسمع غير الذي نراه ونشاهده في الإعلام. أنه اليوم السادة النواب هم بعظمة لسانهم قالوا أن قانون العفو العام أكمل من اللجنة القانونية في قبة البرلمان، ولكن السيد رئيس البرلمان السابق سحبه عنده. لا نعرف هذه الحقيقة، احنا نحتاج توضيح من السيد رئيس البرلمان السابق، هل صحيح أنه قانون العفو العام وضع في ادراج الرئاسه؟ هذا احنا نريد تفسير له. ولذلك اختي العزيزه احنا كما اسلفت انه الشعب العراقي شعب عاطفي وشعب طموح ويصدق بالسياسيين، فاليوم احنا اذا اليوم كل السياسيين يعطون وعود وما يوفون بها هذه مشكله طامه كبرى. عليه نتمنى احنا الاسراع بتخصيص يوم وجلسه عاجله بعد العيد مباشره لانتخاب الرئيس ايا كان من الخمسه المرشحين. نحن على مسافه واحده، واعتقد الشعب العراقي والمكون السني يدعمون جميع المرشحين الخمسه ايا كان. المهم ان يصعد رئيسا جديدا خلفا للرئيس السابق لرئاسه البرلمان. المراقب للشان السياسي عبد المنعم الدوسري، شكرا جزيلا لانضمامك الينا.